السلام عليكم، مساكم الله خير. قبل لا أبدأ يا جماعة لا تنسوني في اللايك والاشتراك والتعليقات والمتابعة. قاسم سليماني يقال أنه زار اليمن، وبعد الزيارة سألوه قالوا شلون أنت راح تنقل الصواريخ والمعدات الحربية لإيران؟ شنو رد؟ قال ما يحتاج أني أنقل المعدات الحربية لإيران مثل الصواريخ وطائرات بدون طيار وغيرها. قال ليش؟ قال تصدق أن اليمنيين يصنعون الصواريخ أفضل منا؟ أنا ما لا أكذب ولا أصدق هذه الرواية، لكن يقال أن في بعض المواد تدخل في صناعة الطائرات بدون طيار مثل السكوتر. شفت الماكينة حقت سكوتر تدخل في صناعة الطائرات بدون طيار، ويقال أن يتم في مواقع عن طريق الإنترنت يشرح بالتفصيل كيف يتم صناعة الصاروخ، صناعة المعدات الحربية والطائرات بدون طيار. حتى أن حماس هي التي صنعت قذيفة الياسين وأيضا العبوات الناسفة، لأن يقال أن من الصعب جدا أن يتم تهريبها سواء عن طريق البحر أو عن طريق البر، ولو أنه يقال أن مخابرات دولة مجاورة لغزة هي التي قامت بدعم حماس بالأسلحة. اليوم الحوثيين أو أنصار الله قاموا بضرب سفينة شحن إسرائيلية يملكها ملياردير إسرائيلي في بحر العرب، وتم ضرب هذه السفينة بطائرة بدون طيار، وحدث انفجار في السفينة، والسفينة هذه مدنية تحمل حاويات. الآن التأمين على السفن خصوصا على السفن الإسرائيلية ارتفع بشكل جنوني. المشكلة الثانية شنو؟ ان بعض السفن الإسرائيلية يعني خلاص ما قامت تتوجه الى مضيق باب المندب، فيتم تأجير سفن او يتم المشاركة في سفن اخرى، يعني سفن ترسي في الموانئ الإسرائيلية ومن ثم تبحر الى الجهة التي ترغب فيها مثل الصين او اي دولة اخرى. لكن في مشكلة عندهم، مشكلة كبيرة، في مواقع وفي تطبيقات يتم تتبع السفن، يتم تتبع السفن هذه منين جاية وهذه وين رايحة. والمشكلة ان صار الله لما قاموا بالتهديد قالوا ان اي سفينة اسرائيلية او ان تحمل بضاعات اسرائيلية او ان تكون مشتركة. فالان اسرائيل في حيرة من امرها، لا تقدر تتعامل مع الحوثيين بمنطلق القوة، ولا تقدر يعني تتفاوض مع الحوثيين، ولا يعني ممكن ان قوة بحرية عالمية تكون موجودة في باب المندب لسبب واحد. السبب الاول ان السبب الوحيد ان مو كل السفن دول العالم تختطف او تحتجز، مثل الهند والصين سفنها ما عندها مشكلة، فقط اسرائيل. فتواجد البحرية الاسرائيلية خصوصا في باب المندب خطير جدا، لأن الحوثيين أو أنصار الله يملكون قذائف بحرية، تربيدات، ويملكون صواريخ، ويملكون أيضا طائرات بدون طيار، فأمر خطير جدا على البحرية الإسرائيلية التواجد في مضيق باب المندب. حتى أن الدول المتحالفة مع السعودية مع إسرائيل سواء كانت دول خليجية أو غير خليجية ما تقدر تقوم بحماية السفن الإسرائيلية لسبب واحد، أنه ممكن إذا تم حماية السفن الإسرائيلية ممكن أن الحوثيين أو أنصار الله يقومون بتوجيه الصواريخ إلى هذه الدول. المشكلة الأخرى واللي خايفين من عندها الإسرائيليين أن تم أسر أشخاص يحملون الجنسية الإسرائيلية، فهذه مصيبة عند الإسرائيليين. أحد أسباب الضغط على إسرائيل في قبول الهدنة وإيقاف إطلاق النار هو احتجاز أو استهداف السفن من اليمن.
فيه محلل سياسي إسرائيلي يقول هل توجد خيارات لأداء إسرائيل إلا أن يكون عن طريق جبل طارق أو غيره؟ قال راح يكون تكلفة يعني كبيرة جدا، يعني إذا تحمل بضاعة وتلف قارة أفريقيا من جبل طارق وثم ترجع راح تخسر بهذه البضاعة. حتى مصر يعني متضررة من هذا الأمر، لكن ضررها بسيط جدا، يعني سفينة سفينتين 10 سفن، يعني ما ضرر. المحلل شنو قال إن في خيارات، إنه ممكن إن هذا، قال ما في خيارات متاحة، الخيارات منها كثيرة، خيارات يعني تكاد تكون محدودة جدا. من ضمن هذه الخيارات إن في دولة ممكن أنها تفاوض الحوثيين لإيقاف استهداف السفن أو حجز السفن مقابل يعني بعض الصلاحيات أو بعض مثل ما تقول تنازلات من هذه الدولة الخليجية، لكن الحوثيين لن يقبلوا أبدا في التنازلات. ضيقوا عليهم، اي والله ضيقوا عليهم الوسيعه، اي والله اليمنيين ضيقوا عليهم الوسيعه، واليمنيين يعني قاموا بفعل من لم تقم بفعله اغلبيه ساحقه من الدول العربيه، اثبت انهم رجال ومواقف ولا يساومون على هذه المواقف، واللي يقولون في العلن يعملونه، اللي يقولون في السر يعملونه في العلن، يعني ما عندهم شيء يعني يخبونه. الوحيد اللي موجود عند إسرائيل أو الدول الكبرى اللي ترغب في مساعدة إسرائيل، أولا وقف إطلاق النار، هذه نقطة، وبعد ما يخلصون من غزة يتم الاعتراف ب الدولة اليمنية. الآن ندري أنه في حكومة مشكلة وغيره وهذا، لكن ما في أحد معترف بهذه الحكومة، فلا بد أن تكون هناك عملية سياسية في اليمن، ويتم على أثرها أن تعترف دول العالم كلها في اليمن، ويتم التعامل وتبادل السفراء وغيره حتى يتم يعني معالجة مشكلة الممرات المائية. على فكرة يا جماعة، كان الحوثيين بعهد ترامب مدرجين على قائمة الإرهاب، لكن يعني انتقام من السعودية قام بايدن بإزالة أو حذف الحوثيين أو أنصار الله من قائمة الإرهاب، الآن يرجعهم مرة ثانية. والخيار ان اذا مثلا يتم الاعتراف باليمن والحكومة اليمنية، وايضا يتم تقديم مساعدات مالية الى اليمن وغيره، بحيث ان اليمني يقدر يعمل في وطنه، ولا الحكومة يكون عندها مصادر للدخل ولا تحتاج الى القيام بحجز السفن وغيره. اليمن يعني دولة تملك لديها، يعني لديها سياحة، لديها سياحة يعني سياحة تاريخية، يعني لديها آثار قديمة جدا، من أفضل دول العالم في الآثار، لكن غير مستقلة، يعني غير يعني مستغلة هذه المناطق وهذه الآثار، حتى يوجد آثار يهودية وآثار يعني قديمة جدا، يعني أكثر دولة بالعالم لديها آثار وعندها سياحة ولديها نفط، وايضا لديها غاز، وايضا لديها القهوه والهيل البن، يعني شوف 8 مليار اغلبهم تقريبا باليوم يشرب له 2-3 كافي يوميا، وايضا موقعها الاستراتيجي، موقعها الاستراتيجي كموانئ وكتخزين واعاده التصدير وترانزيت، وتكون محطه لوقود السفن، وايضا موانئ، ويعني موقعها الاستراتيجي مهم جدا اليمن، وايضا للشعب، الشعب يعني كريم، والشعب يعني شعب مرحب وشعب ودود، ويمكن ان تكون اليمن وجهه سياحيه. لذلك يا جماعه انتهى الوقت، فلا تنسوني من اللايك والاشتراك والمتابعه، واكون شاكر لكم، وفضلا
وليس أمر.